عضلات مشدودة وجسم رياضي متناسق هي محصلة سنوات من الجهد التي غيرت محمد بلال من شخص بدين إلى رياضي بإرادة قوية. تغيير كامل في نمط الحياة وفي الشكل فاجأ كثيرين. لما وصلت على الكونتر فشاف الجواز اللي هو الضابط في كونتر في مصر، فكنا واقفين طابور ورا بعض، فقال بس كلكم بقى روحوا كده، ان هو خلاص يعني مسك جريمه انه هو متاكد ان الجواز ده مزور. فقال لهم كلكم بقى روحوا كده وتعالى لي انت كده، فقام واخدني ومدخلني غرفه خاصه وقال لي قول لي بقى الجواز ده بتاع مين. سخريه المقربين من بلال منحته دافعا ليتحدى الكل، وبعد خسارة 40 كيلوغرام دفعة واحدة قرر خوض تجربة العمر في مسابقات الرجل الحديدي، فكان الإعجاز الرياضي. نص رجل حديدي بتكون سباحة 1900 متر، بتعمل سيكل 90 كيلو وبتجري 21. فكانت في البحرين وأنا كنت رايح مع الفريق الإماراتي من هنا، وربنا وفقني وتأهلت يوميها لبطولة العالم كانت في استراليا. محمد هو واحد من أفضل الرياضيين هنا، إصراره وقوته وتمارينه الشاقة هي من صنعت منه بطلا رياضيا ممتازا. دعني أقول إنه منذ 2 تحديدا أصبح حاضرا دائما على منصات التتويج. إصرار هذا الرياضي على تحقيق حلمه لم يتوقف، رغم أنه تعرض لثلاثة حوادث وصفت بالخطيرة خلال التدريبات الشاقة التي يقوم بها. دعمتني السيارة تكسر السيكل فيها، وأنا كانت الخبطة أثرت علي، يعني إن معظم الخبطات كانت بتيجي في الرأس الأول، فكان يمكن فقدت الذاكرة وقتها يمكن فوق 45 دقيقة، حتى لما الإسعاف جشني وكذا اسمي نسيف أي بلد كنت ما مركز أبداً. وبعد التأهل مرتين على التوالي للبطولة العالمية للرجل الحديدي يطمح محمد من جديد لتكرار التحدي. في شهر 11 عندي أهم بطولة اللي هي تكون برضو البحرين بتاريخ 25/11 إن شاء الله، وأنا دي بحضر لها، فإن شاء الله بتمنى من الله أنه أتوفق السنة دي ومركز أول إن شاء الله في البطولة. صنع محمد من محنته منحة وتوجه بعزيمته وإصراره على التفوق لينال بجدارة لقب الرجل الحديدي.